فؤاد ورانيا بيشتغلوا اتنيناتهم، ومن وقت ما تجوزوا بيقضوا دليفري ومطاعم، مع انه كتير بيحبوا اكل البيت ما عندهم وقت يطبخوا. فؤاد اكلته المفضلة هي البابا غنوج، ورانيا كتير بتحب صلطة الراهب. حضروهم كم مرة بالبيت، بس شوى البتنجان صعب وبياخد وقت كتير. وهلأ اكتشفوا البتنجان المشوي من الوادي الأخضر، كل مرتبان بيحتوي على 3 بتنجانات طازة مشوية مقشرة ومقطعة كأنه معمولة هلأ بالبيت. ومن وقتها بيخلوا دايما مرتبانين 3 عندهم بالخزانة، لأنه بتنجان الوادي الأخضر المشوي صح كتير وسريع التحضير. لمعلومات أكثر عن منتجات الوادي الأخضر زوروا صفحتنا على الفيسبوك. الوادي الأخضر، كرم الطبيعة في كل بيت.